أسعد الله مساءكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسوف لو نقرأ دحما يندفق سنة موسى الليل. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثونا ومثوكم إن شاء الله. قد عدنا والعود أحمد بعد غياب طويل على المباشر في عدد الرابع دائما وكوادر رماتقة ونخبها ومع الإبداع مع الشباب دائما. نحن شفاكم نحن في متابعة كل في متابعة كل ما يحدث في المنطقة بكل لكل صغيرة وكبيرة. نعتذر عندنا مدة ما درنا اللايف. هينا شون دينا غيث موف دونك العسلامة نون غورنا العسلامة ينو غورونا دونك الوكازيو إيطا تاع الشتاء نقويد أناسية دانفيتي أحد شباب المنطقة معروف على كل حال. كنا درنا معاه لايف في وقيل عنده تقريبا عام درنا عليه درنا معاه مباشر وتعرف ببعض من مشاركته ونشاطاته الثقافية. فهو مخرج مسرحي ومخرج فهو مخرج مسرحي وكذلك كاتب وشاعر وروائي من أبناء المنطقة تحديدا من بلدية بوعنداس من قرية شرحة تحديدا التي أعطت العديد من الكوادر والمواهب. إذن دون إطالة نرحب إياي وإياكم بضيفنا لهذه الليلة السيد فوزي سعيداني. وماذا بكم تعاونونا بارتاجيو الفيديو إن شاء الله للتعريف للحديث خصوصا على فيلمه أو آخر إنتاجه. هو فيلم الوصية الذي أبدع في إنتاجه وسيكون إن شاء الله محور أو موضوع نقاشنا لهذه الليلة. نعتذر. نعم مرحبا بك سي فوزي. أزوف لك العسلامة. دونك زعما شوف شلون هضر تقبيلي ثاني استعربت شوف شوف بعدا ماشي مشكل. دونك زول في ليك ثاني ميرسي عندي سولينغ البلاطون هنا كان لا نهضر فين الى في لا كولتور لا ريجيون نهضر اون جينيرال في لا كولتور دومون. نعم نعتذر. نعم تفضل تفضل. دونك ميرسي بوكو ندير نسا غلاس واليني كان نهضر في الفيلم اللي نخدمه كاينه نهضر في لا كولتور اون جينيرال نهضر في لي بروجي نتاع سياسه. دونك هذا راني نصرح باسكو كي عندي تولا نكويت لايف اي سبيسيالمون راه انت مرت راه لا ريجيون. دونك انكور دو فوا جو دير بونسوار. نعم شكرا. نعتذر هذا واحد من الاساتذه قطع برك. نعتذر برك. الدحم داقينو ديريكت الدحم داقينو ديريكت اوكي باقينو ديريكت باقينو ديريكت صحي. نعم احد من المتتبعين من المنطقه احد الاساتذه اخي المهم مصباح عنده سمنه هو يستنى في هذا المباشر ان شاء الله فالخير للمنطقه وللشباب احد. نعم دونك استاذ فوزي سعيداني هو ابن بوعنداس خريج جامعه الجايه. اعطينا كما نقولوا التعريف نعرفوا الشخصيه الضيف الكريم ان شاء الله. قدر تبدا تعرف بروحك للجمهور ان شاء الله. اونفا الدريه لا ريجيوس سنغ مليح ميسم بوعنداس ميسم شريحه متخرج من جامعه بجايه دراسات لسانيه لانغويستيك ديسكور يعني الديسكور اون جينيرال ديسكور ليتيراتور يعني الديسكور انه مقارنه كل الخطاب الصحفي الخطاب الادبي لسانيه الخطاب الصحفي. دونك خدمت تكوين الاعلام والاتصال نحب الضمن الاعلام الثقافه نخدم قلت تياتر نخدم كتجربه ساعات تجارب متواضعه كالسينما المسرح سواء كتمثيل ناق الاخراج مكون في هذا المجال كل ما يتعلق بالتواصل الجماهيري نخدم دورات وتكوينيات وتكوينات اقول مع جامعات مع معاهد مع مؤسسات الدوله اشرف على تكوين إعلاميين وتكوين صحفيين وتكوين أيضا ممثلين مسرحيين هذا ضمن الاعتماد اللي تحصلنا عليه من طرف وزارة الثقافة وهو تكوين ممثلين. ميسن شريحة ميسن تدارت ميسن الله ريجيون بوعنداس تير لا فيارتي ثم قرانت سيكون دريان بوعنداس سيلا دونك دريان تمرت السنة نكوني إذن نكوني سيتو ذي زمالك دارا في العمر أعطيك الصحة دونك فوزي سعيداني خرج جامعة الجاية في المهم
حاليا قام بدورات تكوينية في الجنوب، شفناها اللي فات دار دورات تحديدا في أضرار وفي تمراس لصالح أو لفائدة شباب الجنوب، وكان مشكور على هذا، كان تغطية إعلامية من بعض القنوات، حتى من صفحات الفيسبوك وبعض القنوات الإعلامية، مشكورين. أهم أعماله ومشاركته لحد الآن سي فوزي. أول مسرحية أنتجتها هي مسرحية عودة الطفل مع دار ثقافة ولاية بجاية طرس عمروش. عودة الطفل عرضناها في إطار العطلة المدرسية ضمن مسرح الطفل. ثاني مسرحية نحكيها على المسرح المحترف. ثاني مسرحية هي مسرحية بلادي ما تعالج لها الرجال اللي أنتجناها مع شباب بلدية تليفاسن ومع بلدية تليفاسن. هذه المسرحية اللي عرضناها في ولاية غردية ضمن برنامج وزارة الثقافة الوطنية اللي كان أبطالها شباب من بلدية تلي فاسن اللي نحييهم بالمناسبة. فرقة الشاهد للإنتاج المسرحي وهي أول فرقة مسرحية أسستها في المنطقة. وانتجنا عرض متكامل اسمه متكامل وناجح وعرضناه. للأسف الفرقة ما كملتش لأسباب وأسباب. ثاني أعمال انتجنا فيلم قصير حول مخاطر التدخين ضمن الأعمال البارزة، يعني ما نحكيوش على الأعمال الجانبية مخاطر التدخين. وآخر عمل هو فيلم الوصية. هذه نعم نحكي لك عزين على أبرز الأعمال، ما نحكيوش على الأعمال اللي انتجناها مع إقامات الجامعية، وما نحكي على المجال المحترف. دونك الوصية فيلم، فكرة، إعداد وإخراج فوزي سعيداني، شاب من شباب المنطقة كما قدمناه لكم سابقا. يحكي لنا على كيف جاتك الفكرة دير هذا الفيلم أو القصة والسيناريو. نعم، لما جاء جعفر قاسم إلى ولاية أضرار نعم لعرض فيلم الهيلو بوليس، هو فيلم يحكي على مجازر 8 ماي، حكيت له على هذا على السكريبت تاع الوصية كمشاهد، قال لي اعملها لي في سيناريو متكامل وبعثها لي ندرسوها. قال لي عندي لجنة خاصة باش ندرسو هذا العمل. لكن لما تلقيت أصدقاء قالوا لي انت راح تعرض هذا السيناريو لمخرج محترف شرف عظيم اولا. وبعدها لقيت صعوبة في التواصل مع جعفر القاسم، وليت خممت قلت علاش ما نحاولش ننتجه حتى ولو كان شد وقت خليني ننتجه انا. وجدت كل ما يخص هذا العمل خاصة اماكن التصوير، واخترت الممثلين في ظرف وجيز جدا. تواصلت مع ممثلين من بوعنداس ومن تيزي مبراهم لاني حبيت نبين ابناء المنطقه، حبيت نمد لهم فرصه لانه احنا عندنا ازمه فرص كبيره في المنطقه. قلت نعم نستقر هذا العمل ونخليه خاص لابناء المنطقه، سواء لو ستاف تكنيك ولا لو ستاف ارتستيك، من جهه الممثلين ولا من جهه التقنيين. قلت نمد الفرصه حتى ولو فشل هذا العمل، لكن خلقنا فرصة لأبناء المنطقة، خلقنا لهم فرصة. وزعت الأدوار بشكل مستعجل جدا، وطلبت الترخيص من بلدية بوعنداس، مدوا لي الترخيص في ظرف وجيز، أيضا مدوا لي الترخيص بلدية بوعنداس. ووفرت العتاد، عتاد التصوير خاصة الكاميرات، وشرعنا في التصوير خاصة في اليوم الأول اللي خدمنا بزاف. ولقينا يعني صعاب، لقينا متاعب، لقينا ايفيكتيفمون أي حاجة بدايتها تجي صعبة. ناس هو ساندونا وناس عاونونا وناس حفزونا وناس ايفيكتيفمون. باقي تفاصيل نحكيوها هكذا شوي. ان شاء الله كانت اذا قلت الفكره انه هذا الفيلم عرضته على احد اكبر مخرجين جزائريين جعفر قاسم، الا انه من مخرج هاوي او من ممثل هاوي الى محترف، سي سور فيه بزاف صعوبات، فيه بزاف فروقات فنيه وكل حال. وان كان وانت اسكو من الاول عندك شويه خوف ولا تردد باه دير الفيلم؟ أكيد خوف كبير والله يا عز الدين. يومين قبل التورناج ما قدرتش نرقد تماما، لأني غامرت
وأول تجربة في الإخراج، أول تجربة في إخراج سينمائي، وعمل مطول ماهوش فيلم قصير، وغياب وحضور 10% من إمكانيات التصوير، يعني كان عندنا غير 10% من إمكانيات التصوير، وغياب كل شروط العمل. تبدأ تصور فيلم طويل بغياب كل شروط العمل، وغياب العتاد، ونقص فادح في الستاف تكنيك، عندي فقط غير مصورين، وخبرتي في المجال قصيرة جدا، وأنا هاوي في المجال، لكن شجاعة والله ولي التوفيق. ولقيت يعني البلدية وفرت لي النقل، وفرت لي خاصة في اليوم الأول، وقفوا معي وقفة قوية جدا، خاصة الإمكانيات اللي يسميوها احنا اللوجستيكية، خاصة النقل، نقل تريزامبورتو باش تتنقل من أماكن التصوير، وإحنا صورنا في المنطقة. وين إذا كانت مغامرة صعبة 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 جدا. نعم، ولكن أماكن التصوير وين صورتوا اكزاكتومون فيه تحديدا؟ صورنا أماكن تصوير، صورنا في قرية تكركات، المعروفة وصورنا بقرية في... نعم صورنا في قرية تكركات، لأن الفيلم عنده علاقة مع قرية تكركات. صورنا في قرية شريحة، صورنا في تلي فاسن، قريتي ما شاء الله. صورنا في أيت خلاد، معك صورنا في مزادة. ما شاء الله، انا تقريبا من كل المناطق الشماليه الغربيه اللي نعم بغيت فيها. نعم نعم صورت، اخترت، قررت نصور في كل المناطق. وكاتب السيناريو والقصه تاع الفيلم انت اللي كتبتها ولا او نعم روايه ولكن مستوحاه من الواقع او من التاريخ او كيف جبت السيناريو؟ نعم نحكي لك على هذا العمل. كاين في بعد الاستقلال، كاين الأسرة الثورية تحقرت، كاين في المنطقة مجاهدين ومجاهدين وكافحوا لكن ما داوش كارت بطاقة مجاهد، وكاين حركة استفادوا من امتيازات اللي ما استفادوش منها الأسرة الثورية. يعني طابو هل كبير، يعني يبقى يعني نعم ناقش نعم طابو كبير في هم المنطقة، نعرفوا في التاريخ هنا في جاي. المنطقة، نعم نعرفوا مجاهدين كبار وما عندهمش بطاقة مجاهدين، لكن عندهم فخر النضال وفخر الكفاح، وما استفادوش من امتيازات من طرف الدولة. هذا الأمر ألمني كثيرا، هذا الأمر هذا واش خلاني أسلط الضوء على هذه المرحلة اللي خلات هؤلاء المجاهدين الكبار ما ولاش عندهم بطاقة مجاهدين، وما استفادوش من امتيازات الدولة، آخرهم المجاهد حمزي بوزيد الذي هو من ابن أسرة ثورية وابن مجاهد معروف وناضل، وأصيب في الثورة التحريرية وبيته كان ريفيج لكنه لم يستفد، عاش فقيرا ومات فقيرا للأسف الشديد، عاش فقيرا ومات فقيرا. وأنا بكيت لحاله، بكيت لواقعه، تألمت كثيرا لما نشوف أن أخوالي ما عندهمش أبسط التفاصيل، وهما من أبرز الأسر الثورية في المنطقة، ويشهد الجميع لما نحكي لك أنا اليوم على المجاهد الحاجي خليل حمزي، فخر 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 كبير، لكن لما تشوف واقعه واقع أولاده مؤلم. هذا واش خلاني نغير ونسلط الضوء على هذه المرحلة. وانت اللي كتبت شخصيا السيناريو، السيناريو انت كتبته نعم أنا شخصيا. نعم اتسمعت كتبت مشاهد العمل خلال فترة جت 4 أشهر. اوكي. نعم تعبني كثيرا الحوار، نص الحوار متعب جدا، وخاصة الموضوع حساس، موضوع ما بعد الاستقلال موضوع حساس جدا، يعني هذا الأمر خلاني نأخذ الكثير من الحذر في كتابة المشاهد وفي نص الحوار، لأن هذا العمل إذا كان محظور وطنيا فسأكون أيضا أنا محظور وطنيا، والحمد لله والحمد لله. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. سنعرض عليكم بعض من المقتطفات دقيقة برك، أبري نزيد نحكي، ولا حبيتوا تطرحوا أسئلة ماذا بكم؟ باسكو صراحة أنا مانيش محضر لهذا اللايف، عندي مدة ما درت لايف كونسرت لكم صح، كنت مشغول المهم، والله ماني محضر على كل حال، وإن كان ماشي مشكل، هو على كل حال قامة من الشباب المنطقة يعطيه الصحة، من هو كتلة من الطاقة والإبداع في المنطقة الشمالية الغربية لولاية سطيف. تابعوا معنا بعض من اللقطات، دقيقة برك.
درت له مونتاج صغير على كل حال، ما انظر نشوفه الاخر. ايوه على بركة الله.
كما تابعتم. مقتطفات كان مونتاج على كل حال خفيف وظريف على عجاله، ما كناش محضرين خلاص، ونعتذر عن رداءة الصورة، ولا على كل حال نخليه كما نقولوا نخليه ان سسبنس باه ان شاء الله يخرج، فوالا نشوفوه كامل ان شاء الله وما شاء الله. دونك نروحوا شويه اسئله قبل ما نروحوا للتمثيل، ممثلين ابناء المنطقه، نروحوا لاسئله بعض من المشاهدين. استاذ رحيم بركان على كل حال جاوبنا على السؤال، يقول الفيلم لم نشاهده بعد لكن عنوان الوصيه له دلاله قويه، هل هذا الفيلم مستوحى من قصه واقعيه من تراث المنطقه ام تكييف لروايه؟ أجوج لك عبد الرحيم ليون ليون نازور لا كولتور لا ريجيون تاع فنان تاع زاليس. دونك خلى العباد تلقى قرنا كي وشو تخدم تاني الفيلم من الفيسبوك نير اليوتيوب. دونك الفيلم اي فيلم سينمائي نسعى الطموح هادي عندك التلفزيون الوطني وفق المجهودات اللي رانا نبذلوها باش عندك التلفزيون الوطني نايك قناة خاصة، لانه هذا الفيلم راه طموح كبير وحلم فريق تقني وفريق فني كبير. فات عددنا 20 شخص اجتهدنا من اجل هذا العمل وتعبنا ما يتحطش في فيسبوك ولا يتحط في يوتيوب، وحنا عندنا طموح يتفوت في التلفزيون الوطني وفي دور السينما. والفيلم ضمن انتاجات السينما الوطنيه للهوات، راه سيليكسيوني دون الكادر لا سينيماتوغرافيا اماتور وفي وقت المؤسسات التصوير الكبرى اللي عندها الملايير ما قدرش تنتج فيلم قصير. حنا في غياب كل الامكانيات قدرنا ننتجو فيلم مطول وكأول تجربه وكأول اقتحام للميدان. الفيلم مستوحى من واقع مرير يا عبد الرحيم، ومجاهدين جاهدوا وكافحوا لكن بعد الاستقلال حقهم راح. لا أتحدث عن كل المجاهدين لكن فئة مغلوبة عليها لم تستفيد من شيء مقابل نضالها الذي قدمته من أجل الجزائر. الفيلم مستوحى من واقع مرير هو أنه نرى الذين لم يجاهدوا ولم يناضلوا نراهم في بعض البروتوكولات وفي بعض التشريفات، وهم ربما بعضهم لا أقول كلهم لأنه فيهم مجاهدين صح مجاهدين يشاهدهم العالم لكن بعضهم لا يستحقون ذلك المكان. وترى في نفس الوقت يا صديقي المحترم حقيقة مرة، المجاهدين اللي ناضلوا صح لا يملكون لقمة غذاء ليومهم وماتوا ألما وماتوا فقرا. هذا الواقع المرير لما نشوف أن المجاهد ما جاهدش نشوفه في بريستيجات التدشين وفي بروتوكولات الاحتفالات بالمراسيم الوطنية لكنه ليس مجاهد. لا أتحدث عن كلهم لكي لا ندخل في صراعات، لكن الفيلم مستوحى من هذا الواقع المرير. والجزء الثاني من هذا الفيلم سيحاكي كل هذا. في الموصية هذا ما صورناه في الجزء الأول توقيت ما بين 50 دقيقة إلى ساعة، ونحن حاليا أنتجنا نسخة بيضاء. المشاهد اللي عرضتها مع عزين هي مشاهد من النسخة البيضاء، وانشأنا نسخة أخرى رسمية رانا في مرحلة المونتاج. لذلك يا أخي عبد الرحيم جاوبك على سؤالك باختصار، الفيلم مستوحى من واقع معاش من واقع مرير من واقعنا في بلدية بوعنس. نعم. السؤال فقط في الناحية المالية، كيف لقيتوا التمويل؟ الفيلم لم يستفيد من واحد دينار من أي مؤسسة خاصة ولا من مؤسسة حكومية. يعني ما استفدناش ولو بألف فرنك من أي مؤسسة دولة ولا مؤسسة خاصة. تكاليف العمل أنا اللي هزيتها على عاتقي وفريق العمل أيضا. يعني في كل خرجة عندنا تكاليف، خلينا من تكاليف الطباعة وبعض تكاليف البريستيجية الصغيرة وبعض تكاليف اللي يحتاجها العمل خاصة فيما يخص العتاد، وفيه تكاليف كثيرة. يعني أنا برك قابلتها بشوية كوراج وشوية ديون وشوية صبر. بلدية بوعنداس ودعمتنا من خلال توفير النقل في بعض الخرجات
وفرط لنا الترخيص، وحنا نشكروا رئيس البلدية على هذه الوقفة. سحقينا النقل فيه 5 مرات وفرنا النقل فيه 5 مرات، يعني احنا عملنا اكثر من 15 خرجة، لكن في الاماكن البعيدة البلدية اللي كانت توفر النقل. الناس اخويا عزدي راهي تحكي وتقول باللي فيلم الوصية استفاد من دعم مالي وغلاف مالي من البلدية، وهذا خطأ. والله العظيم صدقني، اقسم بالله العظيم، لم نستفد من 1 درهم من طرف البلدية. 1000 فرانك وما استفدناش. والفيلم بمناسبة البلدية ما عندهمش لجنة الثقافة وما شابه ذلك، ما عندهمش. والله اجتمعت مع رئيس البلدية السيد منير إسعادي على هذا الموضوع، قال لي عندنا عجز في الميزانية وما قدروش ندعموا هذا العمل، وأنا ما ناقشتوش يعني، وتقبلت واش قال، يعني وكان صدمة بالنسبة لي، لأنه تكاليف العمل فوق سيطرتنا وفوق قدرتنا، خاصة تكاليف المونتاج. لكن لما تلقى هذا الواقع واش دير؟ وصافي با الشوا، احنا الهدف تاعنا هو الفيلم، ينجح الفيلم ويتعرض الفيلم، هذا هو الهدف تاعنا والطموح تاعنا. نشهد يا رب وطني. والرئيس البلدية نفسه لو كان قادر يدعم العمل ما نظنش يبخلنا، لأنه هذا العمل راه يشرف المنطقة ويشرف البلدية ويشرفه هو كرئيس بلدية. مد لي وعود وقال لي بصح ما نوعدكش، وتكاليف العمل اللي حد الآن احنا اللي غطيناها واحنا اللي صبرنا معاها واحنا اللي رانا نكافحوا على ذلك. ان شاء الله يعطيكم الصحه. وبالنسبه للممثلين، يعني تقبلوا الفكره عادي يجيوا يخدموا في سبيل الله، في سبيل المنطقه كما يقولوا، في سبيل الله، لانجاح هذا العمل او ايصال طموحات او اشغالات او التعريف بالمنطقه اكثر فاكثر. يعني لبوا الدعوه فسيبوا في الجو نورمال، قالوا كيف وزين خدموا ماشي مشكل. والله انا عرضتهم الممثلين، بعضهم حضر في الفيلم اللي صورناه في تيزي مراهم على ما خاطر التدخين، ومن ثم اكتشفت بعض الممثلين ثم وعرضت عليهم الفكرة. وفي وقتنا يعني باش تكون لك فرصة باش تشارك في فيلم سينمائي، الفرصة في حد ذاتها صعيبة، لازم دير كاستيج وتتنقل الجزائر العاصمة ولا وهران، والكاستينجات معارف والمعارف ديسبونسور، و يعني ما تحلكش باش تشارك في عمل سينمائي حتى ولو كان ضمن الهواة. وهم مواهب وهذه أول تجربة لهم، إيفيكتيفمون يحوسوا على التجربة أكثر من اللي يحوسوا على الجانب المادي. يعني جاء فرصة في أول تجربة عظيمة، ربما قادر يخلص باش يشارك فيها، لكنهم وقفوا معايا وصبروا معايا وتعبتهم وجريتهم وخلاو شغلتهم وجاوا معايا وداروا ثقة فيا، وهذا شيء عظيم جدا، وأنا أشكرهم وهم عارفين قيمتهم وكم نحترمهم وكم نعزهم، يعني عملوا فيا ثقة كبيرة جدا. أستاذ فوزي كذلك لاحظت أنه كلهم شباب، يعني ما شاء الله في سن الظهور كما نقولوا حنايا، وإن كان أكبرهم سنا هو الكاتب والروائي والشاعر والفنان عبد الرحيم حمام. على كل حال كنا عرضناه، وصاحب رواية السوهة الأخيرة سوهة واللوغوس التي نالت تكريمات في مختلف الدول العربية، أن أبى إلا أن يشارك معكم. واحكي لنا على شوية كيف تقبل الدعوة، كيف عيط، واحكي لنا برك يعني كيف. على كل حال عبد الرحيم نعرفوه ما يبخلش، وإن كان تقدر تحكي شوية تفاصيل معاه. عبد الرحيم صديق من زمان، صديق من اللي كان نائب رئيس بلدية، كان صديق ويعرف وعنده ثقة في طموحي وفي قدراتي الفنية المتواضعة. لما عرضت له الدور ومديت له النص، لما عطيت له حكيت له على الدور ومديت له نص سيناريو وبعدها رفقته بالمشاهد، وافق، يعني وافق في ظرف يومين، وافق على الدور، وبدينا يعني. وانا نشكره عبد الرحيم حمام، نشكره على الثقة. وكيف كان أداؤه صراحة في الفيلم؟ عبد الرحيم
يعني ممثل، ممثل انا نحطه ممثل محترف، وعنده دي مونودرام دي مونولوج مثلهم سابقا امام جماهير، وفي جيجل وفي بومرداس وقسنطينه حنا بركنا حقروا ولاد منطقتنا نشوفوهم باللي ما يقدروش، بصح هما والله غير يقدروا افكتيفمون في اول تجربه، وتشارك في دور بطولي ويكون الاداء تاعك جيد، والعمل عازلين يبقى في ضمن السينما الوطنيه للهواة. حنا هواة رانا في البدايه، يعني كيف كان الاداء راح يكون جيد وتجربه اولى. يعني انا لما اعطيت له الدور انا ثقت في ادائه وقدراته، ضف وكان لذلك ودوره اكزاكتلي وش كان هو دور استاذ عبد الرحيم؟ دور ابن مجاهد، لعب دور ابن المجاهد، المجاهد كان دور بطولي غايب، وهو الدور البطولي الحاضر وهو ابن المجاهد. والحاجة الجميلة أنه هو اللي عمل لي المعالجة الدرامية للسيناريو، هو لما طلع السيناريو أعطى لي معالجة درامية حقيقية اللي خلتني ربما حتى أني نغير الأدوار في اللحظة الأخيرة. لذلك عبد الرحيم فنان، فنان أنا أحطه فنان قدير، يعني وعنده اعتقد قدرات هائلة في التمثيل. انا شفت قريت الروايه تاعو الاخيره مازال ما كملتهاش، سوها واللغوص، يعني قمه في الابداع وفي المشهد الجمالي الذي زيد نذكره. يعني عبد الرحيم كان عرضه مع فنانين وممثلين وادباء ومصورين عالميين، كان فات معنا ما عندوش وقت يسمع شهور مشهور ذاك. وزاد المهم حكينا على السوها واللغوص، عن الحقبه التاريخيه التي مرت بها الجزائر في الفتره في العشرية السوداء. كانت رواية حبكة، فيها الحبكة الفنية والأدبية والتاريخية لتلك الفترة. ما شاء الله، يعني فنان بأتم معنى الكلمة. نتمنى له إن نعم شاء الله المزيد من النجاح والتوفيق في مشواره الأدبي والفني إن شاء الله. كذلك سي فوزي، حكينا على بعض الممثلين هذو. أنا شفت باقي لواحد فيهم سعيد بوشامة جوكر وانو، ما نعرفوش نعم تصير. سعد بوشامة. نعم سعد بوشامة هو جديد الساحة الفنية في المنطقة كمصور فوتوغرافي، وظهر على اسمح لي برك، سعيد بوشامة هو اللي نال جائزة أحسن صورة أحسن سياحية صورة في ولاية الصيف، في في ولاية ولاية الصيف. الصيف. نعم تفضل زيد. نعم سعد بوشامة فنان، فنان عفوي على طبيعته، عنده حس. لما تشوف إنسان عنده حس في قراءة صورة ولا في التقاط صورة، عندي سافو دير كو عنده فطرة فنية في استوحاء مشهد فني. وفي التمثيل أنا شفته في التمثيل، يعني ما شاء الله أداء رائع، تقمص جيد، تقمص جيد للدور، يحفظ الحوار تلقائي، وحتى أنه قدم لي مساعدات في التصوير، ساعد كثيرا طاقم التصوير، ولقيته يعني لقيته في الدور لقيته مبدع، عنده طبيعة تمثيلية وعنده واحد الحس اللي غايب في كثير من الفنانين، وهو الارتجال. عنده واحد الارتجالية في التمثيل وفي تقمص الحوار وفي الممارسة الفنية وفي نطق الحوار وفي الاسترسال في الحوار. هذا اللي خلاني نكتشف فنان صاعد ومبدع صاعد، كانت تخصه فرصة. ونحكي لك على فنانين آخرين، لما نحكي لك أنا على عبد الرؤوف بهروري أيضا فنان موهوب، نحكي لك على أيمن عبعوب، نحكي لك على ريان، نحكي لك على عبد العالي حمزي الطفل الصغير اللي شارك في دور البطولة، نحكي لك على سيد علي، نحكي لك على انت راك شفتهم في المشاهد اللي بعث لك، وصدقني يعني المشاهد حرصت عليها كثيرا، لأنه خروج المشاهد ولا خروج مشهد صغير من العمل سيقضي على عذرية العمل. يعني قناة تلفزيونية ولا التلفزيون الوطني لما يشوف أنه مشاهد الفيلم عرضت ورآه الجمهور، يعني خلاص الفيلم فقد عذريته. وإحنا لم ننتج هذا العمل من أجل اليوتيوب ولا من أجل الفيسبوك، إنما أنتجنا هذا العمل لتشريف المنطقة أولا، صناعة فريق لصناعة جو سينمائي في المنطقة، لجعل بوعنداس اسم وطني لما لا اسم دولي، ولكي نبدع ولنعطي هؤلاء الشباب الهواة الطموحين نعطي لهم فرصة للإنتاج. يعني لما نحكي اليوم على قيمة هذا العمل
فقيمته تتجاوز القيمة السينمائية. هؤلاء الشباب كانوا ينتظرون أي فرصة للظهور وأي فرصة للتجربة. جاتهم فيلم الوصية ليسلط عليهم الضوء، ليعطي لهم الأمل. ولما لا ينجح فيلم الوصية؟ ربما ذات يوم سيسع صوته في التلفزيون الوطني وسيز إفريقية ولا جوائز وطنية، ولما لا؟ إن نحن شاء الله يكون طموحنا بعيد يا سيدي، الطموح بعيد جدا. ويكفينا شرف أنه أسسنا أسرة سينمائية في المنطقة، وأسسنا صيد سينمائي. وخليني أقول لك عز الدين، نحن في وقت الكوفيد مؤسسات التصوير الكبرى اللي عندها دي سبونسور واللي تدعمها كونديا واللي تدعمها شركات دولية راهي واقفة على الإنتاج. لكن احنا بعزمنا وشجاعتنا وثقتنا في أنفسنا أنتجنا عمل. صرنا اليوم نتحاور مع مؤسسات تلفزيونية وقنوات تلفزيونية لعرضه. احنا ما يهمناش الجانب المادي أنهم بيعوا الفيلم، كما يهمنا أنه عندنا عمل ويشوفوا الناس بلدية بوعنداس، ويشوفوا الناس أيت خلاد، ويشوفوا الناس أيت نوال مزادة، ويكتشفوا الناس هذا الجانب الجميل من ولاية سطيف، هذا الشمال الصيفي الجميل البديع، الطبيعة الخلابة. لما لا يشوفوا مخرجين كبار يجيوا يصوروا عندنا في بلدية بوعنداس؟ الناس لما تشوف اليوم بلدية بوعنداس في فيلم سينمائي راح تحوش على هذه المنطقة. أين توجد هذه المنطقة الخلابة؟ والناس لما يشوفوا أن بلدية بوعنداس أنتجت فيلم سينمائي، ويشوفوا باللي أولاد بوعنداس خمموا باش ينتجوا فيلم سينمائي، هذا في حد ذاته شيء عظيم وشيء مشرف وشيء خرافي. ونادر جدا أنه بلدية، أنه منطقة تنتج عمل سينمائي مطول. ما نحكيش أنا على الأعمال القصيرة. لما نقول لك فيلم سينمائي يا عزدين، يعني استحضار حقبة زمنية ماضية. الاستحضار السينمائي يعني انك تستحضر زمن، في زمن شيء صعب جدا، من خلال الملابس، من خلال الديكور، من خلال السينمائية السيميائية، من خلال السينوغرافيا، شيء صعب متعب مرهق. وخاصة أنه ما عنديش مساعد مخرج، وأنا مخرج هاوي، وما عنديش تجربة، وما عنديش طف تكنيك، وما عنديش الإضاءة اللي يخدم لي الإضاءة، وما عنديش يخدم لي السكريبت، وما عنديش يخدم لي الديكور، وما عنديش يخدم لي الملابس، وما عنديش لي التجميل، وما عنديش يدير لي تجميل سينمائي وحدي، بلس طف تكنيك مع المصورين. هل نتواصل مع الممثلين باش يمثلوا الدور؟ هل نعشهم باش يأديوا الدور مليح؟ هل نعش الصوت؟ هل نعش المصور؟ هل نوري المصور كيفاش يصور؟ هل نوري له لي بلون منين يشدهم؟ وحدي الكواليس مع المصورين. لكن رغم هذا صبرنا وتعبنا، وكل مرة فريق العمل، حتى مرات ما عندناش قرعة ماء باش نشربوها. عندنا ونا با دون، والله العظيم درنا خرجات ما ديناش معنا ماء من الماكلة، يعني صورنا وما فطرناش، جينا مروحين ومشينا ابي، وما نحكيلكش وما نحكيلكش. والله يا عزدين 90% من ظروف العمل غير موجود، كاين غير الكوراج. يجي يسكدو فيه القش، فيه قشابي، فيه ونصبروا ونحوسوا على بلاصه تاع تصوير، ونأهلوا مكان تصوير، ونحي الحشيش، ونحي الشجر، ونحي باش تخلق اولا مكان تصوير. وتجيو ما عندكش عدد تصوير، ما عندناش عدد تصوير، صوروا عندنا كاميرا وشويه. واش من كاميرا واش من نوع؟ عندنا اربع كاميرات كانون، عندنا الكاميرات ملاح، الكاميرات ملاح، لكن الصوت ما عندناش عدد الصوت، وما عندناش عدد الاضاءه، استخدمنا عدد تقليدي فقط. وراكش في المشاهد النسخه البيضاء، هذيك المشاهد اللي عطوهم النسخه البيضاء. ولكن الذي يجلب انتباهي خاصة في المشاهد أنكم قادرين تصورتوا حتى في الليل، يعني ما رغم الإضاءة الأخرى خلقتوا جو مشاعري في الليل يعني. نعم، خلقنا مشاهد بانورامية جميلة جدا تحكي عن إنتاج سينمائي. كان حلمي أني أتحقق هذا العمل. وأنا نحكي لك عز الدين وش هو حلمي. حلمي هو أني نمثل بلدية بوعنداس وطنيا ودوليا. حبيت الناس تعرف بلدية بوعنداس، حبيت العالم يعرف بلدية بوعنداس، وبلدية بوعنداس تتعرف برجالها، بكفاءتها، بدكاترتها، بأطبائها. ما تتعرفش بلدية بوعنداس بالدراهم، تتعرف بالعلم، بالثقافة، بالإشهار، بالإبداع، شيء عظيم جدا. احنا ما نقدروش هذه الأشياء، لكن الأشياء عظيمة عظيمة في حد ذاتها.
بني ورثيلان، لما نحكي كان اليوم على بني ورثيلان كل العالم يعرف بني ورثيلان. علاش؟ باسكو رجالها، باسكو جنرالاتها، باسكو اداراتها، باسكو اطبائها، باسكو زعماءها، نعتبرهم زعماءهم. اليوم بني ورثيلان لما يقول له تقول له منين، يقول لك بني ورثيلان. حتى قاسي تيزي وزوم دي من بني ورثيلان، الشريفة وقبوم بني ورثيلان، نعم نعم أكبر فتاة جزائرية بالطبع. بني ورثيلان. ولما بديت فيلم الوصية بديت نصورها عز الدين، كاين ناس تضحك عليا والله العظيم، لا عادي كاين عادي. ناس جات في السجن. نعم أكيد أكيد، وجات الريف في السجن والريف التطوير والقرى، والناس انتقدونا وناس. نعم إذا طبيعة الأرياف والقرى عندنا، يعني هذه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يهدر على عقلية الأرياف نعم. وفي نفس الوقت كاين ناس شجعونا عز الدين، وكاين ناس عرضوا لنا الدعم، أكيد أكيد وكاين ناس حفزونا، وكاين ناس فرحوا بزاف بهذا العمل. وهذا العمل عز الدين حبيت نهديه لإنسان، تفضل تفضل. هذا الإنسان لما سمع أني بديت في تصوير هذا العمل فرح واتصل بيا وعرض عليا سيارته، وقال لي إذا تحتاج طوموبيل، ووصى عليا في مزاده، كي صورته نصور في مزاده، وصى عليا الناس واستقبلوني الناس تما، وجابوا لنا الماكله وجابوا لنا القهوه، وانسيست باش نصوروا في اجواء مليحه. الى الصديق العزيز، كيف فكرت دقيقة الى برك، الاخ اسمح لي أستاذ، اخ العزيز. اسمح لي برك أستاذ، كيف فكرت في مزادة بهذه المناسبة الأليمة كذلك، نترحمه على فقيد المنطقة من أحد كوادر المنطقة الأستاذ. وهذا هو الشخص اللي حبيت نهدي له هذا العمل، وهذا هو الشخص اللي حفزني، وهذا هو الشخص اللي عمني، وهذا العمل مهدى إلى شخص الله يرحمه. خسرنا صديق عزيز، خسرنا إنسان محترم، خسرنا مثقف غالي جدا، وفرح بهذا العمل، فرح بزاف بهذا العمل، وعرض عليا كل الخدمات لإنجاح هذا العمل، ووصى علينا في مزادة كي رحنا نصوروا مزادة، وجمعوا علينا الناس وحفزونا وفرنا أجواء العمل. نبيل مليزو إنسان طيب، إنسان مثقف، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. لما كان عاش كان مشتاق تمرة، وكي توفى عرقوا له عرجون. إنسان بأفكاره بطموحه بغيرته على المنطقة، عنده حس فني، كان صديق مقرب لكل فناني المنطقة الله يرحمه إن شاء الله. جزاكم نزل الله علينا خبر، نزل علينا خبر وفاته مثل الصاعقة، وفجأة النبي الغائب. لما كان حاضر ما حسيناش به، والله ما حسينا به. كان صديق نشوفه في بوعنداس يشربوا معه أتاي، نتلقاه في بجاية، نتلقاه هو فجأة. صباح عز الدين لقيت الإعلان عن وفاته، والله غير فشلت. ورحت اليوم عزيتهم، لقيت باباه، لقيته مسكين غايب، حاضر وغايب. وأنا تألمت كثيرا على فرقه. ندعو له بالرحمن، ندعو له بالرحمن، ندعو له بالرحمن، الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه ويوسع عليه. نعم هو كان في الحقيقة أنا النهار اللي عرفته ما عرفتوش، على كل حال النهار اللي جيت أنا جاي ما عرفته، ولكن اتصل ربي يرحمه ويوسع عليه. أول مرة اتصل بيا كان حق الدواء، كان مدير في الابتدائي الأولاد سعدي، أنا كنت ما عرفوش، قال لي عندي وكيلة وليده مريض يسحق الدواء ما كانش في البلاد. ذاك النهار بديت ما عرفته ربي يرحمه ويوسع عليه، كان توجور إنا لله وإنا إليه راجعون. كاينين مازال، كاينين كيما نقولوا الناس الخير في المنطقة، كاين الحمد لله عندنا كوادر، عندنا طاقات، عندنا شباب، ويبقى أنا اللي خدم نهار الجو بصح ماشي لي صورين كان يعني في الدنيا تاعي. على كل حال دونك فوالا اترافير جاي اترافير فيسبوك، وساعة من 4 سنين نكون نهضر في الفيسبوك، دونك شاك فوا اون فاسيين في قراك نص صوت ميساج وترسمت ميساج إلي إغلى ولاية باسكو تاع النوكني لا ريجون ديال القبائل، هكا قالنا كذا عربون، هكا قالنا يكون ولاد القبائل، دونك تامر تخدم دراويش ماشي دا صورين كان، وكل دي جانو كل يقول نبغى نضيف كلمة كي قالك انتخي 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 بونيدي في لا ريجون، ماشي مشكل، واش قاصد المنشور عادي في الفيسبوك، المهم اسلم غاشي سين وسيد سيد صحاب مهندس ما شاء الله مثقفين، حرشان سنان فهمان دافان. على كل حال الحمد لله ساعه عندنا اطارات حتى في اكبر الجامعات الامريكيه والانجليزيه والفرنسيه من بوعداس، عندنا حتى اطارات في الدوله في من بوعداس، عندنا بزاف هذاك الحوا، وان كان ايبو تدلوق كي قرص قريت ايبو تدلوق ثاني دا عندنا
انا زويت ثغبر في العمورة فينا وراح تفضل أستاذ خليني أقول تفضل تفضل المؤسسات الثقافية والشبانية في ولاية سطيف ما يحبوش تبان بوعندس هذه، خليها بوعندس خليها منطقة ظل. إذا كانت بوعندس تنتج سينمائيا وتنتج مسرحيا وتنتج رياضيا وتنتج في أشغال عمومية وعندها شركات وعندها مؤسسات، بوعندس ليست منطقة ظل وأبدا تكون منطقة ظل. عندنا رجالاتنا وعندنا إطاراتنا ومصانعنا، عندنا مناش منطقة ظل. بصح المؤسسات الشبانية والثقافية في ولاية سطيف لا يسعدها ينتج فيلم سينمائي ولا وثائقي ولا يكون مهرجان في بوعندس، لأنه إذا كانت بوعندس منطقة ظل فهم سيتطفلون بها، سيمسحون الموس علينا، وهذا الشيء اللي ما يعرفوش أبناء المنطقة. باش يصح لك أنت تدير مسرحية في ولاية سطيف، والله يا عز الدين شاركت في 48 ولاية من شرقها إلى غربها من تبسة إلى تلمسان، شاركت في محاضرات ودرت دورات ودرت مهرجانات وملتقيات وشاركت وشاركت، لكن ولا مرة شاركت في سطيف ولا مرة عرضوني في سطيف. وتكرمت في أبرال وتكرمت في غردية وتكرمت في الجزائر العاصمة وتكرمت في تيزي وزو، ولا مرة تكرمت في سطيف. حتى وزيرة المكلفة بالشباب والرياضة سليم مسوكري كرمتكم على كل حال، كنا نشوفوا على نعم المعلومة. نعم في ولاد ما كرمونيش، استقبلوني وزراء وقبلوني بصح ما استقبلونيش مدير شباب في ولاية سطيف. ونضيف لك واش هو، ما عندناش اللي يدافع علينا، ما عندناش نائب يدافع علينا في لابيوي، ما عندناش نائب يدافع علينا في البرلمان، ما عندناش ديكادر تاع المنطقة يعاونونا. انا نقول لك انا موجود في الميدان، ما عندناش اللي يدافع علينا، ما عندناش اللي يضرب علينا البنية في سطيف، ما كانش والله ما كاين، صح كده معاك. ما كانش اللي يهضر علينا، ما كانش اللي يزخ بينا، ما كانش اللي بريزونتينا. صح الفنان يشوفوا الفنان في بلدية بوعندس مضطهد، الموسيقى في بلدية بوعندس مضطهد، هل سمعت ولا مرة وجبدونا؟ لا شي بق فنان بق على كل حال الحوصلة العامة اللي بالك الناس هيتشوف فينا في مختلف الصفحات، أنه ولاية سطيف فيها 48 فيها 60 بلدية، اسمعوا مليح، ولاية سطيف فيها 60 بلدية، فيها 17 بلدية أمازيغ، عفوا قبيل، و25 بلدية شاوية، يعني بالمجموع 17 و25 8 شحال صافي 38 48 48 بلدية أمازيغ والباقي عرب. ماشي حنا نحكوا على كل دي راسيست عرب أمازيغ ولا، وإن كان حنا نشوفوا 17 بلدية هذه الشمال الغربي لولاية سطيف هذو كامل مهمشين اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا سياسيا في كل الميادين كل الميادين. علاش؟ كما قال سي فوزي ما عندناش اللي يضرب البنية في الولاية علينا، دونك سياسة ممنهجة. دونك هذه هي سين اوكازيون الناس كامل تولي تخمم تولي تبدل الحسابات تاعها باه يوليو. وحنا ثاني عندنا صدى اعلامي وحنا يكون عبد عندنا. العزيز الدين، تفضل فوزي تفضل. الأزمة الكبرى وين في بوعندس؟ حنا في بوعندس نكسروا بعضنا، حنا في بوعندس نستهزأوا بعضنا، حنا في بوعندس نضحكوا على بعضنا، حنا في بوعندس نتهموا بعضنا، بوعندس ما عندناش النية مع بعض، حنا ما عندناش الخاوة في بوعندس. حنا لما نصحوا المشكل تاعنا ونحيوا الفتنة اللي بيناتنا والنميمة اللي بيناتنا والحقد اللي بيناتنا نكونوا يد واحدة. احنا ما عندناش ثقة في أبنائنا في أطبائنا في جمعياتنا في مواهبنا، علاش ما عندناش ثقة؟ علاش نكسرهم؟ فاتوا مواهب وكسرناهم في الرياضة في المسرح في الشعر في كل شيء، وخاصة العنصر النسوي. كاين أيضا طالبات وبنات لقيتهم أنا في الجامعات الوطنية مبدعات ومواهب لكن ما لقاوش فرصة. لا احنا في العنصر بوعندس كنا، استسمح خليني لك نكمل لك الفكرة تفضل. تفضل. انه كي قلت لي العنصر النسوي، العنصر النسوي هو صراحة هو راجع الى العادات والتقاليد تاع المنطقة تاعنا على كل حال، ونظام المجتمعات عندنا هذا هو المشكل. نعرف بزاف كتيبات وشاعرات ومثقفات شاركوا حتى في المحافل الوطنية، اشك نقول لهم نعرضوك مع، يقول لي انا يا اخي ما نقدرش نفوت في الفيسبوك مع يشوفوني في الدوار يشوفوني الاخوه. كاين عقليات شويه سائده في المنطقه تاعنا يتغطوا وراء العائلات المحافظه، وان كان حتى احنا ما راناش نديروا حاجه مش مليحه والله. نعرفوا بالكوادر تاعنا علميا ثقافيا ادبيا اخلاقيا دينيا سياسيا في كل المجالات،
يبقى توجور مجرد طابو، يعني لا مجرد طابو يبقى يدور في المنطقة تاعنا لا دي شيء، إلا أنه بكل بساطة تابوهات فعلا، مجرد تابوهات عادية. إن شاء الله يجي نهار ويكسروا تابوهات ونشوفوا حوايج. على كل حال العنصر النسبي والشعبي، كلما ظهرت موهبة في بوعنداس نسحبوا لها الضوء ونقلبوا عليها الطبلة. الله هو رب الأرزاق، هو الموفق، وإحنا علاش نكسروها؟ شفنا مواهب في كرة القدم، شفنا مواهب في الإنشاد، مواهب في العزف، مواهب في الألعاب القوى، مواهب في كل المجالات، والراهي راهي في العتمة، دخلناها العتمة بوجه بالتعسف تاعنا. صح. كاين تعسف في المنطقة يا مرسي. أنا شفت كذلك الجمعيات الرياضية وخاصة فرع الكاراتيدو في المنطقة، ما شاء الله شرف الوطن ماشي غير المنطقة فقط، تماما شرف في تماما البحث تماما. الدولية. عندنا شفت لما تعطى الفرصة نعم للمواهب ماذا حدث؟ في عام واحد صارت بوعنداس في تركيا تتوج. صح. لذلك أدعو من هذا المنبر، خلي عز الدين، أدعو من هذا المنبر، أدعو السيد رئيس الدائرة والسيد رئيس البلدية والسادة مدراء المؤسسات الشبانية، أدعوهم كفنان هاوي، كمخرج هاوي، كشاب طموح من بلدية بوعنداس، أدعوهم. نكرر لك، السيد رئيس البلدية، السيد رئيس الدائرة، السادة مدراء، قولوا لهم السادة احتراما لأننا ناس محترمين، قل لهم افتحوا الأبواب للمواهب، دعموا المواهب، شجعوا المواهب، رافقوا المواهب، توقفوا عن تقديم الأعذار للمواهب، توقفوا عن كسر المواهب، لأن عدم منح دعم للمواهب وعدم تحفيز المواهب في نفس ذاته هو الكسر. لما نحكي لك على فنانين، نحكي لك على شاب وليد سعيداني، نحكي لك على عبد الرحيم حمام، نحكي لك على رشدي، نحكي لك على عبد الوهاب عثمان، نحكي لك على مواهب عندها حس الاحتراف لكن سحب منها الضوء ومورس عليها التعسف، ولاو ديغوتيو اللغة وحتى العرب، اللغة الاجتماعية ديغوتيو كرهو. ماشي يعني عندنا سبق والناس تقدر 17 بلدية، وخاصة في نحكيو مواقف على بلديتنا احنا، نحكيو نعم، على مسؤولينا ونحكيو على بلديتنا. وخاصة اللي نشوف كذلك في تيزي إبراهيم كذلك بلدية تفاسد، بعض من المواهب هم مشت فعلا حتى ولو تقريبا فات عهدة كامل، ما شفنا ولا مشاركة ولا عمل فني ولا أي، إلا وقيل داروا دورتين رياضتين لسيكليس هذا بتاع السباق، دورة وطنية لسباق العدو، عفوا سباق دراجات، نجح رغم قلة الإمكانيات وصعوبة الظروف، وكذلك الدورة الوطنية للملاكمة بفضل شباب، الحمد لله نظموها ونجحت على كل حال، جزاهم الله خير، وكانت دورة وطنية للملاكمة شباب جابوا نعم تفضل أستاذ تفضل. في 2018 لما عرضنا مسرحية بلادي ما تعالج لها الرجال، انتجناها في مكتبة تيزين براهم، عرضناها في غردية في 3 أماكن. الفرقة المسرحية حصلت على تكريم من طرف ولي ولاية غردية، تكريم خاص لبلدية تلي فاسن، استلموا السيد الحسن قنوش، وهذا كان آخر عمل فني أنتج في بلدية تيزين براهم. نحكي لك على رئيس بلدية تلي فاسن، نعرفه في الميدان، علاقتي معه في الميدان، وإنسان محب للثقافة وإنسان يحب يشجع الثقافة، وحنا الفنانين تاع بوعنداس ننشطوا بزاف في تيزين براهم ونعرضوا أعمالنا بزاف في تيزين براهم. علاه نلقاو الأبواب مفتوحة بقوة؟ أنا أنتجت مسرحية بلدي على جال ما على جال هرجل في بلدية تلي فاسن، ولقيت منها كل الدعم، خاصة الدعم المالي. صور أنه رئيس بلدية كان يجري معايا باش نجيب الديكور للمسرحية. لذلك المشكل في بلدية تيزين برام، والله يعني شهادة لله لرئيس بلدية تلي فاسن، والله غير إنسان محب للثقافة، لكن المشكل هو شخصيا ما عندوش منهجية لاحتواء المواهب في بلدية تلي فاسن. تلي فاسن عندها مواهب كبيرة في المجال الثقافي، مواهب كبيرة ونقاط كبيرة في المجال الثقافي، وربما للضائقة المالية التي تعاني منها البلدية،
ربما. نعم، وبلدية صغيرة جدا، ودار شباب تلفزيون راه ناشط، ومكتبة راهي ناشطة، وأنا تعاملت معهم بزاف. وكي نروحوا نشطوا حنا كفنانين بلدية بوعنديس، كي نروحوا نشطوا في بلدية زمان ما نلقاوش طابوهات، والله ما نلقاو، نلقاو كل التسهيلات. اليوم هذا المساء أنا وعبد الرحيم رحنا تلاقينا رئيس بلدية تلي فاسن، عندنا نشاط راح نديروه تما يوم الخميس، راح نديروا مقهى أدبي في بلدية تيزن ابراهام. والله لقينا واحد التسهيلات اللي ما تصورهاش خلاص. ونشكرهم يعني، ونشكروا أيضا الأخ رياض معزوزي، هو صديق الفنان وبلغ صوتنا وبلغ صرختنا. ونشكروا أيضا لحسن قنوش، ونقولوا له بارك الله فيك. وجزا الله كل جزا الله كل إنسان ساهم في نعم، إثراء في دعم وإثراء مثل هذه المواهب. وهذا كيف معناتها ايضا في رئيس بلديه بوعندس ايضا ما يدعمش الفن، وانا في فيلم الوصيه وفر لي النقل ومد لي الترخيص، ودار فيا ثقه انه هذا العمل ما يمش بالقيم الوطنيه. عفوا. رحمك الله يا عز. ونشكر ايضا على توفير النقل، وصحح الفكره للكثيرين الذين التقاهم في الفيلاج، يقولوا لي ديت دراهم البلديه. والله يا اخواني، والله العظيم ما ديت 1000 فرنك، 1000 فرنك ما ديتوش من البلديه اللي دعم هذا العمل. البلديه قال لي رئيس البلديه عندنا عجز في الميزانيه وما نقدروش ندعمك بكل صراحه، وقال لي ما نوعدك بوالو، لكن كل ما نحتاج النقل نتصل بياسين براهمي، والله بياسين شلغوب يحضر لي النقل في كل التوقيت. ما ونشكره شاء على الله. هذا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وانا اغار واغار واغار على الثقافه في منطقتي، وعندي قدرات، مش تكبر ولا غرور، عندي قدرات لايصال بلديه بوعندس العالميه، شمال صيف قدر نوصل للعالميه. ولما لا ولما لا ولما لا. أستاذ الحسين، أو معنا سي الحوم سي الحسين، أستاذنا سي الحسين، تحية إليك الأستاذ والصديق فوزي، ولك أيضا أستاذ العزدير. سي فوزي، كنت ولا زلت مثال للشباب الطموح، وأنت اليوم مخرج، وإن شاء الله تصل أعمالك العالمية، واصل تصل، وفقك الله ورعاك. إن شاء الله يكون حسين شاف، نحاول نعرضه بزرفة ليكون ضيفنا، ضيف شرف لنا، لا شرف عظيم لنا. يخترق الأعذار، الكونيكسيو والخدمة والوقت، وإن كان ربي يوفقه إن شاء الله. وعلى كل حال الشيخ الحسين، على كل حال الأستاذ حسين، المهندس حسين، وصل للعالمية ما شاء الله، هو الحائز على الجائزة العالمية لأحسن تصميم إمارة قطرية. قطرية. نعم، جائزة قطرية لأحسن تصميم لأكبر وأجمل منارة في العالم الإسلامية في العالم. إن شاء الله يكون أنجور، يكون ضيف شرف لنا كذلك. الحسين مهندس ذكي، واستطاع يدير اللي ما قدروش يديره مهندسين سابقين في المجال. الحسين شاهد، شكرا لك يعني، وهذا تحفيز لي من طرف إنسان كفء، من طرف نخبة، من طرف مهندس عالمي، نوصفك عالمي لأنه مشاريعك وصلت للعالمية. أنه يحفزني، يسعدني كثيرا أن ألقى مثل هذا الكلام من هؤلاء النخب، من هؤلاء الكوادر، من هؤلاء الطاقات. هذا هو نجاحي أنا، نعتبر هذا هو نجاحي، شهادات من أمثال رضوان حسين. إن شاء الله خير، تفائلوا بالخير تجدوه. بلا ما نطولوا، وقتاش ممكن نشوفوا الفيلم تاع كاسي فوزي؟ رانا الفيلم، رانا نستناو باش نوفروا تكاليف المونتاج للنسخة الرسمية، يعني معايا يكون عندنا تكاليف باش ندفعوا المونتاج لمؤسسة إنتاج في بوقاعة، نديروا له المونتاج. ممكن تقول لي شحال بريبر التكاليف، شحال تقريبا؟ المونتاج يسخام حتى ل 6 ملايين. هذه هي التكاليف اللي طلبناها البلدية وما قدرش توفرها بسبب عجز في الميزانية، وإحنا إن شاء الله راح نتكلوا على أرواحنا ونتكلوا على ربي ونوفروا هذا المبلغ مع الوقت. والفيلم هذا ماهوش يورط، راح يفسد يعني، عندنا الوقت المونتاج وعندنا الجزء الثاني، وفي الجزء الثاني إن شاء الله راح تكون فرصة عندنا، راح تكون عندنا 8 أدوار، راح تكون فرصة لأبناء بلدية بوسلم، راح تكون عندهم فرصة باش يشاركوا في هذا العمل، وراح نصوروا مشاهد منه في بلدية بوسلة. وخاصة بوسلام تاريخيا وثوريا، تاريخيا المعروفة بمعركة حلية. دونك نعم تسمى نعم كاين مادة سينمائية أو مادة إعلامية قادرين تبازيو عليها شوية. نعم
قال هشام بو حفص، قال وماذا عن الكفاءات في بلاد بوسلام؟ يا اخي الكريم، رانا نحكي على المنطقه الغربيه الشماليه عموما، بوسلام الى عندكم كفاءات كما نقولوا، اخرجوا لنا شجعانكم، ماشي مشكل والله العظيم، ما كان جرون بليزير ندعموه ماديا معنويا، ماشي مشكل نشهروا به، ما كان جرون بليزير، اي كفاءه في المنطقه على الرحب والسعه. تفضل فوزي، تفضل. والعمل اللي انا متشوق له هو حبيت ندير وثائقي على قرية افتا من مي 45، حبيت ندير وثائقي ونشد شهادات للمجاهدين، وحنا خسرنا مجاهدين وما شديناش على التحية. حبيت نعمل المستحيل باش المجاهدين اللي بقاو نشدوا عليهم شهادة حية لتوثيق تاريخ ثقة، وهذا مهم جدا. يعني انا لما نجحت في اقتحام الانتاج السينمائي شهادات حية وندير مشاهد تمثيلية للثامن ماي 45، يعني واقترحت هذا العمل على رئاسة البلدية وهي بالدعم يعني راح يأخر هذا العمل، لكن نحاول نصور وثائقي على ولو يكون وثائقي تاع 45 دقيقة على قرية أفتيس القرية المؤمنة. استاذ فوزي، ربما ندائك سيصل حتى الى بعض من رجال الاعمال قادرين يدعموك، ماشي 6 ملايين 5 ملايين 7 ملايين، ماشي على كل حال سي با غران سوم، على كل حال بس نشوف والله البلديه يا قام الدوله برك، ما حتى من بعض من الشباب والجمعيات قادرين يساهموا. والله يا أخي عز الدين، نحن لا نبلغ نداء لأحد بكل صراحة، يعني نحن لا نبلغ نداء لأحد، بلغنا نداءنا للبلدية، لأن هذا العمل لبس لباسها ما قدروش يلبيوا النداء، لكن نحن راح نديروا ثقة في أنفسنا وراح نجمعوا هذا المبلغ من تبرعاتنا الخاصة نحن والطاقم التقني، وراح نديروا له المونتاج. وما نخبيش عليك أخويا عز الدين، حبيت نسجل وثائقي على 8 مايو 45 ونغادر الوطن، يعني وصلنا لنقطة النهاية وخلاص تعبنا، ما كذبش عليك، أنا حبيت نسجل وثائقي على 8 مايو 45 ونغادر الوطن، الوجهة لكن إلى هزيت على نفسي مسؤولية 8 مايو 45 بالمنطقة، لأني أغار على المنطقة، أغار على المنطقة وأغار على الثقافة. أغلقت في وجهي الأبواب عز الدين، أبواب الثقافة أغلقت في وجهي طويلا، في زمن طويل لما كنت نمد العطاء لولايات أخرى كنت قادر نمد لبوعندس، كنت قادر ننشط في بوعندس، لكن والله أغلقت الأبواب بطريقة غير مباشرة، ولا أتهم أحد، لكن أغلقت بطريقة وبطريقة غير مباشرة. ودعم الثقافة في المنطقة هو دعم للمنطقة، وتاريخ المنطقة الثوري يجب تدوينه، يجب تشجيله، نعم، يجب إعطاؤه القيمة. لأن الشعوب تعرف بثقافتها وليس بدراهمها، والله الشعوب تعرف بثقافتها. نعم، ودعم الثقافة هو دعم للمنطقة. اليوم الوالي ولا الوزير ما يقدرش يدعمك لأنك منطقة تظل، ما كانش اللي يوصل صراخك، ما كانش اللي ما يعطيكش القيمة. عندك قيمة ثقافية وقيمة سينمائية وقيمة إعلامية راح يدعموها رغم عنهم، لأنه عارف أنه إذا ما دعمتش هذه المنطقة عندها اللي يبلغ صراخها، عندها اللي يبلغ ألمها، عندها اللي يبلغ حقيقتها، عندها اللي يبلغ تاريخها. قيمة بوعندس وقيمة أي منطقة تكمن في السلطة الرابعة وتكمن في السينما. الآن دول في العالم تفتخر بالسينما، أمريكا وتركيا والهند تفتخر بالسينما، السينما صارت اليوم باب سياحي وباب اقتصادي وباب شيء عظيم. نعم دعاية، نعم باب دعاية. نعم وإحنا السينما في منطقة راحت تحت شعار من وعدك بوالو، وأنا تعبت في بوعندس ما كتبش عليك أخي، نحب بوعندس ونحب ناسها ونحترمهم بزاف، الناس سكان بوعندس نحبهم لدرجة لا توصف، وعندهم مكانة كبيرة في قلبي، وأغار على بوعندس وأغار على تاريخها، وكل مرة في التلفزيون يستضيفوني نقول لهم أنا من بوعندس وأعتز وأفتخر، أعتز وأفتخر. يؤلمني ما يؤلم بوعندس ويسعدني ما يسعد بوعندس. نعم، الحديث شيق لكن الوقت ضيق، دونك بهذه المناسبة شبكم والله العظيم
دي فوا تاخذ الكلمات، والله دي فوا دي قربان فشدني دينه. رفح الكيل وبلغ السيد الزبا في منطقتنا، راكم عارفين حتى أبسط ضرورات الحياة للفقير والمريض راكم شايفين حالتها كيفاه. ربي يصلح برك أمورنا إن شاء الله، وديروا اليد في اليد. على بالنا بلي ساهمنا ولو بقسط على الفيسبوك أكثر من 4 سنوات، وأنا مخصص البروفيل نعم تاعي المنطقة اللي تعرف بها. وفي الأخير، ماشي في الأخير على كل حال، إلا أني تلقيت إلا السب والشتم، وكما قلت أنت يضحكوا عليك. للأسف ولكن الحمد لله للأسف على كل حال، قال لك لي خرج من دواره يعرف قيمة داره. لا تثنيني أو لا تحبطني مثل هذه التصرفات. ربي يجيب الخير إن شاء الله. كلمة أخيرة نصيف فوزية. أهدي تحيتي إلى كل ساكنات بلدية بوعندس، إلى كل ساكنات بلدية ريفسن، إلى كل ساكنات شمال ولاية سطيف، إلى كل المحبين، إلى كل المؤمنين بمواهب بوعندس، إلى كل الذين يغارون على بلدية بوعندس وعلى تاريخها وعلى أبنائها. الشكر موصول لكل من دعم هذا العمل وساهم في إنجاحه. الشكر موصول لبلدية بوعندس التي وفرت لنا النقل والترخيص لإنجاح هذا العمل. شكر لكل الممثلين، لكل الممثلين الذين شاركوا معايا، كلهم كلهم شكرا لكم، للمصورين، للطاقم التقني. شكر موصول للمركز الثقافي الذي أعطانا الكاميرا صورنا بها في بعض المشاهد الاحتياطية. شكر موصول للسادة النواب ياسين شلغوم وياسين إبراهيمي اللي كل ما نعيط لهم على النقل يوفروا لنا النقل. وكنا نستناو من البلدية دعم أكثر، حضور أكثر، تحفيز أكثر، لكن الله غالب، ونحن لا نلومهم ولا نعاتبهم ولا نتألم منهم ولا نتأخر لهم. ليوفروهم قولوا له شكرا، شكرا لوفرت النقل، شكرا الترخيص، شكرا كل شيء، شكرا رئيس بلدية بوعندس على النقل. وأصحح وأعود لأصحح، فيلم الوصية لم يتلقى أي دعم مادي من أي جهة رسمية أو جهة خاصة. فيلم الوصية بشجاعتنا، بثقتنا، بالكوراج تاعنا أنتجناه. أعود وأشكر كل فريق العمل معي من فنانين وممثلين، من أبناء تيزي إبراهيم وأبناء بوعندس، لكل من دعم هذا العمل. وأشكر القنوات والجرائد والصحف التي تحدثت على هذا العمل واعتبرت هذا إنجاز هذا العمل أنه شيء عظيم وشيء حصري، وفوتونا في العاجل وفوتونا ودعمونا. لا توجد ولا مؤسسة ثقافية في ولاية سطيف بينا، لا توجد ولا مؤسسة إدارية من سطيف اتصلت بينا، لكننا نحن سنصل للوطنية ونصل للعالمية، وسيصدح اسم بوعندس عالميا لطالما هناك رب كريم ورب يقول كن فيكون في السماء. شكرا لك أخي عزين على هذا اللايف، شكرا كثيرا لأنك كنت وما زلت صراحا وصرحة على المنطقة. لا يقدرون ما تقوم به من مجهودات، لكن مجهودك عظيمة ومساهمتك عظيمة، ويكفيك انك تمد من وقتك وراك في ديار الغرب وتمد من وقتك ومن عتادك وتشري ماتريال وتشري كاميرات وتشري صوت علاه باش تخدم المنطقه. هذا شيء عظيم. وهذوك اللي يسبوك ويعايروك ما عندهمش مستوى، عندهم غير لسان، عفوا غير يهضروا. انت تقوم بدور اليوم ما يقدروش محترفين ما يقدروش يديروه، انك تتواصل. التواصل شيء عظيم، التواصل شيء عظيم. أن نقدم محاضرات ودورات في التواصل، التواصل شيء عظيم. الإسلام بدأ بالتواصل. الإنسان اللي يقدر يتواصل هو الإنسان اللي يقدر يوصل الرسالة، اللي يقدر يغير، التغيير يجي من التواصل. كل ما كان لا كومينيكاسيون ريوسير كل ما وصل الميساج. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاش باش يستقر الإسلام بعث الدول المجاورة، بعث لهم اللي يقدر يتواصل، ما بعثش عمر بن الخطاب وأبو بكر وعلي، بعث اللي يقدر يتواصل معاهم، يعني عندهم لا كومينيكاسيون. حنا شفنا في العقد كيفاش نقل التواصل. محمد رسول الله الى كسرى عظيم روم، دونك الديسكور هذا يعبر ان الانسان كل ما كان قادر يتواصل، كل ما وصل الميساج تاعو، كل ما نقل الالم تاعو. حنا في بوعندس عندنا مشكل تواصل بيناتنا، ما نحبوش بعضنا. ان الاوان باش نديروا اليد في اليد باش نطلعوا الثقافه، ان نغير على الثقافه في منطقتي، وقادر نمد على الثقافه، وتعبونا حتى ولينا حبينا نخرجوا من هذه البلاد. لو كان اللي قدمناه كامل من دورات من مهرجانات برا قدمناه في المنطقة، لو كان طلعت من وعدك بوالو. هذه الكلمة راح نديها طول عمري، من وعدك بوالو.
نقول لك اخي عز الدين، قول قول. والله لما خرجت من مكتب رئيس بلدية بوعندس قال لي من وعدك بولو غير 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 طحت من عيني دمعة، وتألمت كثيرا، ورغم ذلك نشكره على أنه وفر نقل ووفر كلش يعني بكل صراحة، ويستقبلني ونعيط له ويجاوبني، بصح تألمت، وسنستمر في العطاء ونقدم العطاء ونشكر الجميع اللي يساهم في هذا العمل. وهذا لا يعني أن بلدية بوعندس ما قدرش توفر، إنما هو واش قدرت توفراته، وحنا نشكر الجميع دون استثناء، اللي حفزنا قدمنا لقدام، اللي حوس يكسرنا ما قدرش يكسرنا. ونتحدث اليوم على أن هذا العمل من إنتاج بلدية بوعندس، وبكل فخر واعتزاز. نحن كفنانين لازم نكونوا، لازم نفتح قلوبنا لكل الناس ونحترم كل الناس. ومن هذا المجال أدعو السيد رئيس الدائرة، أدعو السيد رئيس بلدية باش يدعموا الفنان في المنطقة، يدعموا المثقف في المنطقة. هناك راكم ما دعمتوش المثقف في المنطقة، مع كل احتراماتي لهم، مع كل احتراماتي لهم في اللايف هذا، ما جيناش ماشي السياسة والله نقصي وحد، والله نهضروا على حد، نهضروا على الحقيقة، على الألم. عندنا فينا ألم لازم نعبروه، ما نكونوش منافقين. أنا تم تألمت كثيرا، اسيحوني تجرحت بزاف عزيزي، صح على وسنستمر إن شاء الله. نعطيك مثال برك صغير، انه اغلب المشاريع او القطاعات اللي في المناطق تاعنا هي راح غير طرقات 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 طرقات، حتى كما نقولوا حتى الامور والابسط ضرورات الحياه مازال ما لحقناش لها. نعطيك انا اكزومبل برك، هنا في فرنسا مثلا نهار بناو لا ديفونس، لا ديفونس هذه هي مقاطعه، هي بتيت فيل فيها بزاف لي غراتسيات التي حت الساحات. النهار اللي بنوها كانت فرنسا في ازمه اقتصاديه خانقه، ولكن هما اللي خطوا بنوا لا ديفونس خسروا بزاف دراهم التي حت الساحات. عندهم نظره استشرافيه للسياحه للاقتصاد لكل شيء، والحمد لله دوك انفت. والان راهم استفادوا من ماضيهم، من الحالات، من الدراسات تاعهم. وان كان حنا على كل حال ماشي غير برك طرق برك ولا ساكن اجتماعي، والله كاين امور، كاين امور ان شاء الله، ان شاء الله يولي مع الانتخابات هذو جدو. اذا كانت انتخابات على كل حال، اذا كانت الاخر كاين طموحات، وان شاء الله تغير شويه ذهنيات العقليات. هذا ما كان ان شاء الله في اخر. يعطيك الصحه سي ونشكر فوزي، كل، نشكر تفضل كل تفضل. ممثل اللي شاركوا معايا، كل المصورين، نشكر السادة النواب الياسين شلغوم والياسين ابراهيمي، والله العظيم يعني شهادة لله، كل ما نعيط لهم الحاضرين. نشكر البلدية بكلها، نشكر اللي رافقوا هذا العمل، اللي امنوا بهذا العمل، نشكر الزملاء الصحفيين اللي حفزوني وشجعوني طوروا لي هذا العمل. نشكر سكان بلدية أيت نوال المزادة وأيت خلاد وتيزي مبراهم وشريحة وبوعنداش، نشكرهم على الترحاب الكبير، على الطموح الكبير. وهذا الفيلم إن شاء الله بعد المونتاج سنحاول نعرضه مع التلفزيون الوطني، اللي يفتح لكل مرة أبوابه، وإذا ما عرضناش مع التلفزيون الوطني راح نعرضه مع قناة خاصة إن شاء الله، يحمل شعار شمال سطيف وشعار بلدية بوعنداس. وهذا العمل إهداء للراحل نبيل مليزو، وإهداء إلى كل بلدية بوعنداس. حبيت نقول لمواطني بلدي بوعنداس، أحبكم كثيرا وأحترمكم كثيرا، وسنسعى إن شاء الله لتشريف المنطقة. نحن في اليد الخدمة، نكون دوما في الخدمة وفي خدمة الثقافة. اليد في اليد وشكرا أفيد. لك يا عز الدين، وشكرا لك يا عز الدين، أنت منحت لنا الصوت والصورة، ومنحت لنا من وقتك، من زمنك، من منبرك صرخة. شكرا للجميع، شكرا للجميع، شكرا للجميع. دامت الجزائر حرة ومستقلة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. نحن نعتز أولا ونفتخر أننا جزائريين، ونفتخر أننا أمازيغ، وهذا شيء عظيم جدا. في كل مرة نف أني أمازيغي، فرحة مليح مليح مليح، دات البربر، دات الكابيل، شيء مشرف أنك أمازيغي، والحمد لله. وشكر خاص لي أيضا، وشكر خاص لك أنت، شكر خاص لكل الذين دعموا يعني، وحتى رئيس بلدية أي تي زي عيط لي وقال لي إذا استحقيت دعم عيط لي، نشكره أيضا. وعبد العظيم شريفي أيضا، وشكر لكل الأصدقاء، وإهداء خاص وتحية وكل الأحبة. إن شاء الله، جزاك الله خير، يعطيك الصحة. وحبيت نشكر أيضا الجالية، حبيت نشكر أيضا الجالية الجزائرية في الخارج، في فرنسا، ولاد البلاد في فرنسا، دونك نشكرهم بزاف بزاف، ونبلغ لهم تحية من هذا المنبر. شكرا، الميساج تاعك الحق إن شاء الله.
يعطيك الصحة، تهلا ميرتيك، الله بروش إن شاء الله، ديو ربي فبارك الله. يعزين، بارك الله فيك، سي تري جونتي. وان شاء وانا الله ما شكرا. دي عدل الفيلمين نهضر تخمط لانونس سي ويكي بغا تفرج ان شاء الله، هذا كان ربي يسهل. ومستمر ان شاء الله، ونحن في خدمة المنطقة وهذا واجب، إن شاء نحن الله. سنخدم المنطقة، وإذا كان ما كانش دعم كامل وما كانش ظروف كامل احنا لازم نخدموا المنطقة، وهذا واجب 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 واجب. وحبيت نظل بلغ ميساج عز الدين إذا تسمح لي. تفضل. في بوعنداس وفي منطقة تاعنا كاين مواهب شابة عندهم طموح، ما تبقاش في بوعنداس، هز كابتك وتحرك، ناضل، دير تكوينات، شارك، اجري على طموحك، ما تفشلش. إلى كل موهبة عندك طموح كافح، ما تبقاش في بوعنداس. بوعنداس هذه مد لها، تمد لك فرصة، بس حجري كافح. عندك انت فنان، انت رياضي، انت كافح ناضل. احنا والله غير كافحنا قدر المستطاع وعملنا المستحيل باش نوصلوا، ومازلنا نكافحوا ان شاء الله. اللي كل موهبه في بلدي بوعنداس، انت قادر، برك دير الثقه في نفسك، برك دير الكوراج في نفسك، برك حفز نفسك، وما تستنى من واحد حتى يدعمك، كاين ربي سبحانه، وتكل على ربي وتحرك، تحرك العاصمه، تحرك الوهران، تحرك وين تهز الخبره، لما تكون عندك الخبره وين تروح تنجح. شكرا للجميع. أبالا يحفظ ربي، تنمية، شكرا. أبالا آخرها آخرها الشيخ رحيم قال لك سي با جونتي il faut remercier les spectateurs، قال لك شكرا للجميع. فوالا يعطيك الصحة، تنمية. ميرسي. فوالا ميرسي، يعطيك الصحة الشيخ فوزي، الله بروش إن شاء الله، دمت فخرا لنا، دمت تاج فوق رؤوسنا في قناتنا، يعطيك الصحة. شيخ دينير يعطيك الصحة، ميرسي. الثقة انك نعرفني بك افا القبائل اللي بيخيرني ربي بول فرجات ونبغى نرجات بديت تلوازو في صوني درجة درجة الا بغيت تربح نلقى نلقى حتى يجيك صبات يوث يوث ان شاء الله هتبوطك ونوطك ان شاء الله فوز يفوز نبنو الثامور ارقص نبوط يعطيكم الصحة الميرنون انا بروش ان شاء الله دائما مع كوادر المهم اللي كادر نوغ سوا ويسعى لي كومبيتونس ويسعى لي كومبيتونس نسعى المهم الحاجة يسميس هذه كان كرون بليزير ماشي مشكلة كندا فيسبوك إلا الحمد لله إلا الفيسبوك لا كونيكسيون الماتريال إلا لا لشيء إلا لخدمة المنطقة سياسيا ثقافيا اجتماعيا دينيا صحيا وإن شاء الله برك أمتي ميساج برك هكذا إن شاء الله المير اللي راح يجي المهم سبيطر هذاك يزيد يا يافونسي فيه شوية عطيكم صحة المير فنون عايزين نخرج من باريس وحييكم ميرسي بوكو على بروش إن شاء الله سلام.